أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كان رسل أورقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكل ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. أفلم يكونوا يرونها بل
وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.